وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. سهل اللهم لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نستكمل حيث وقفنا إن شاء الله تعالى. بس كان في سؤال سألينه على المجموعة، ما بعرف قريته نعم. ولا قريته. لا والله ما قريته. طيب بقرا بين جزاء وقروء، الوقف هون وهون تمام. جزاء بالإنجليزي. وقروء. نعم تمام. جزاء، كلمة جزاء، السؤال إجابة تركي لا بالإنجليزي لا بالعربي؟ بالإنجليزي. جزاء الوقف عليها وإن كان انتهت بهمزة ولكن ليس مد عارض للسكون، يعني في الهمزة هون حركتها تنوين فتح، تنوين فتح إذا وقفنا عليه بنقول بمد عوض، يعني نقول فصار بعد جزاء آخر حرف ما إجا ساكن، إجا متحرك السكون إجا على الألف، يعني ما في حرف ساكن، يعني الهمزة ما هي ساكنة، فلذلك ما في مد عوض، ما في مد واجب ولا مد، عفوا ما في مد يعني عارض للسكون. أما في كلمة قروء فبعد حرف المد آخر حرف الكلمة كان حرف ساكن بسبب الوقف ويعد مد عارض للسكون. أما جزاء فمد عوض، جزاء مد واجب مد عارض. والله أعلم. About your question, why we say جزاء and قروء. جزاء مد عر مد مد عوض عن التنوين، مد instead of تنوين. جزاء قروء here مد عارض للسكون، مد presented with سكون. The rule is different between جزاء and قروء because جزاء همزة فتحة، قروء همزة سكون. جزاء مد عوض عن التنوين، مد instead of تنوين، تنوين النصب. قروء مد عارض للسكون، مد presented with سكون. Yes، تفضل سيدي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا اتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما والتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله وإذا طلقتم النساء طلقتم تكرار الألام بكلمة تجاور الحروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن نون تطملرنا دكات ديورز فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ساكن عين قلقلة جاتر مدن بمعروف فين ده كي شيء إتمام الحركات هذه كذا ديروس كسرتام أولسون بمعروف أو سري را إنجا ذا شد لي أو سرحوهن بمعروف
ولا تمسكوهن ضرارا. راء kesreden sonra geldi. Evet ama kendisi fetha yani kalın olacak. Duyara, duyara. Ve la tumsikuhunne duyara li ta'tadu. Li ta'tadu. Du met tabi'i. Ve men yef'al zâlike feqad zalama nefseh. Feqad, feqad. تجاور الحروف بجملة ده إكي كلمة دبل يورز ومن يفعل ذلك فقد ظلم فقد ظلم ف إنجا قاف كالن دال إنجا و كالن لام إنجا فقد ظلم دال قلقلة سجاتركن إنجا سسلة أولدونا دكتة يورز فقد ظلم فقد فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا iki h 5 bir şey geldi hi hu hi hu burada itmam el harekat önemli ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله نعمة التو تا إنجا الله كلن واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ يَعِظُكُمْ بِهِ ميم إخفاء شفوي وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ şeyin ya bu ya dil ortasından gelen ya yani vasatul lisan mad yok şliya lin ve alemu ennallaha bi kulli şeyin alim. Naam. أستاذ رمضان معنا أنت؟ عفوا عفوا نعم بسم الله وإذا طلقتم النساء طلقتم تجاور الحروف فيها طاء لام سوفت طاء سترونج لام سوفت قاف سترونج تاء سوفت طلقتم وإذا طلقتم النساء مد واجب متصل فبلغنا فبلغنا غين سكون strong sound فبلغنا أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف بمعروف أو إظهار تنوين with همزة clear إظهار فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف بمعروف فسكون ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ضرارا ضرارا ل را strong فتحة مد الألف والذيم also strong دبل راء ضرارا لتعتدوا
ومن يفعل ذلك فقد ده القلقلة فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله لفظ الجلالة strong sound واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل إخفاء هيدن وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة كاف سكون والحك هم حرف همس whisper letter والحكمة يعظكم به ميم ساكن with باء change إقلاب واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم تنوين with عين إظهار clear نعم نعم بسم الله وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُمْ أين جملة تكرار لاندي في الجبهة آياتها فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ضَدْ كالون سيسنا دكات ديورس فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَي burada إدغام الياء إدغام النون في الياء نون ياء اتشن ده إدغام عدين اللي كان سيسي شو إلا ولجاك بو إلا ولجاك أي ياء تتيورز أما أين زمان ده جينيز دان سيس أكتيورز يعني إدغام الواو إدغام الياء إكسي تك ياء دان أولوش ميور يدا تك أعض قسمن دان مهرجن دان ديل İki mahraç, yarısı mahracından yani nun mahracından, pardon. Evet, nun mahracından ya mahracı, yarısı da genizden. Yani idgam tek bir mahraçtan değil, iki mahraçta birlikte eşlik oluyor. Yani dolayısıyla genizden ses akıttığımıza dikkat ya da emin olmamız gerek. Bakın şimdi hunne siz getirsem fark yani arasındaki fark belli olması gerek. Bakın ay هل هذا ادغام فيه غنه ام لا ay bu idgamda gunne var mı yok mu ay there is any gunne ay yankihna غنى وار مو يوك مو As Sheikh Adib said that, is there any ghunna in that sound? أي الحكم إدغام بغنى أما السؤال فهل في هذا الصوت يعني في هذه الطريقة In his way, in his voice, is there any gunna if he says that? Ay. نعم. Gunna yok bunda. Yani yanlış okuma. Yanlış okuma. İcra hata. Kıraa hatıya. أي ينكحنا هذا إدغام خاطئ لأنه إدغام بلا غنة أي عمل فيه فقط القسم الفموي أو قسم الياء مخرج الياء ولكن يجب أن يعمل معه مخرج النون مخرج الغنة عفوا This sound is wrong sound for الإدغام
because he just articulated point of ya. With al idgham, we must use two articulated point. The first one from the noon, the second from the ya or waw or mim. We have here two articulated point. We must use them. If I just use the first one, that's wrong, as Sheikh Adib read this reading. Now. نعم يعني دوركم أسبوع إلى أي جنسدان سس إشليك أولاجك أي فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف بينهم بالمعروف كحركة يرز بينهم بالمعروف أين شيء نون لتنوين أين حكم يعني نون لتنوين أرسند بفرق يوك حكم أرسند Evet. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر آخر ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر هنا إنجا طاء قلقليلة كلن ها إنجا را دراكتا ساكن و قلم و اطو هر و اطو طا قلقلسını kaçırmayalım و اطو و اطو هر والله يعلم وانتم لا تعلمون نعم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا أَن يَنكِحْنَ أَز أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف تراضوا را سترونج ضاد سترونج تا سوفت تراضوا ضو واو سكون الفابيتيكال واو from the middle of the tongue تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ ذلك يوعظ به من كان منكم من كان إخفاء من كان منكم يؤمن منكم يؤمن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر أزكى لكم وأطهر همزة سوفت با سترونج هاء سوفت را سترونج وأطهر وأط طاء طاء قلقلة وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله